أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. قالت اللجنة المالية في البرلمان إن على حكومة كردستان العراق تنفيذ 4 فقرات في قانون الموازنة العامة لعام 2021 ليتم إرسال حصتها من الموازنة من بغداد. وأوضح مقرر اللجنة أحمد الصفار إن من واجب أربيل تنفيذ 4 فقرات من المادة 11 في قانون الموازنة لتقوم الحكومة بتنفيذ الفقرة 5 من نفس المادة والمتعلقة بإرسال حصتها من الموازنة. وأضاف الصفار أن الحكومة في بغداد تستقطع شهرياً واردات 150 ألف برميل من النفط الخام بالسعر المحدد لشركة سومو، بالإضافة إلى نصف الإيرادات غير النفطية في كردستان العراق، ليتم إرسال المبلغ المتبقي إلى أربيل. قال رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية سلام الشمري إن طعن الحكومة بفقرة زيادة شراء سعر المحاصيل الاستراتيجية من المزارعين في الموازنة لا تخدم الواقع الزراعي. وأضاف سلام الشمري أن الطعن لا يخدم الواقع الزراعي، وعلى الحكومة سحب هذا الطعن الذي سيؤثر على إقبال الفلاحين والمزارعين على الاستمرار بزراعة المحاصيل الاستراتيجية. وبين سلام الشمري أن الإنتاج الزراعي شهد خلال الفترة الماضية زيادة ملحوظة، وخاصة في المحاصيل الاستراتيجية كالحنطة والشعير والشلب، والتي تتطلب دعمها من أجل الوصول إلى مستويات أعلى في الإنتاج. أعلن اتحاد الجمعيات الفلاحية في محافظة صلاح الدين أن مستحقات تسويق القمح للموسم الماضي بلغت 106 مليارات دينار. وقال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في صلاح الدين كريم كردي إن آليات تصنيف محصول القمح يجب أن تراعي الوضع المعيشي والظروف المادية القاهرة التي يعاني منها مزارعي المحافظة، ودعا إلى تفادي أي عراقيل تواجه الخطة الشتوية وقد تتسبب بكوارث اقتصادية تلحق بغالبية مزارعي صلاح الدين، مجددا مطالبته بصرف مستحقات تسويق القمح للموسم الماضي والبالغة 106 مليارات دينار والتي لم تصرف للمزارعين حتى الآن. كشفت هيئة الاستثمار في محافظة النجف عن 400 مليون دولار أمريكي قيمة الإجازات الاستثمارية الممنوحة فقط في المحافظة. وقال مدير الهيئة ضرغام كيكو إن إدارته منحت فقط منذ مطلع العام الحالي 11 إجازة استثمارية تتعلق بالتعليم والصناعة والتجارة والزراعة. هذا وكانت تقارير للبنك الدولي ومؤسسات استثمارية دولية أكدت في وقت سابق أن العراق لا يزال بيئة طاردة للاستثمارات وسط استمرار انتشار الفساد وسلاح الميليشيات الذي يهدد المستثمرين في البلاد. أعلنت مديرية جمارك محافظة إيلام الإيرانية تصدير سلع وبضائع بقيمة 124 مليون دولار إلى العراق خلال الشهرين الأخيرين. وأضافت المديرية أن البضائع تم تصديرها من معبر مهران الحدودي إلى العراق، لافتة إلى أن مجموع حمولة المواد المصدرة بلغت 280 ألف طن. وتابعت المديرية أن ما قيمته 16 مليون و500 ألف دولار من تلك السلع كانت محاصيل زراعية صيفية بحمولة تصل إلى 65 ألف طن. هذا وتتهم إيران بالاستحواذ على السوق العراقية وإبقائه منفذا استهلاكيا للحصول على العملة الصعبة. قالت لجنة النزاهة النيابية إن شركة سومو النفطية أهدرت 140 مليون دولار في أحد العقود النفطية. وأضاف عضو اللجنة يوسف الكلابي أنه تم تسليم ملفات فساد تخص شركة سومو إلى وزارة النفط لاتخاذ الإجراءات وسحب يد مدير عام الشركة. كما وأشار الكلابي إلى أن اللجنة تريد استضافة وزير النفط حول حقل المنصورية وأنبوب تصدير النفط إلى ميناء العقبة، لافتا إلى أن صفقات الفساد ما تزال مستمرة في المؤسسات الحكومية. ختام الموجز، في أمان الله.